بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للمشي فوائد كثيره وبخاصه للصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بكثره الخطى الى المساجد فيها فيه ثواب عظيم ولكن ماذا كشف العلم حديثا دعونا نتامل بينت دراسه حديثه اجريت على المتنزهين والمتسلقين في جبال الالب ان للاشكال المتنوعه في الرياضه تاثيرات مختلفه على الدهون في الجسم وعلى السكر في الدم وان للسير او المشي فوائد كثيره جدا في علاج مرض السكري. طبعا يقول الاطباء في النمسا ان هواه المشي وبخاصه في الاماكن الطبيعيه يتجنبون كثيرا مرض السكري. ويقول الدكتور جيرالد فيلتشر طبيب الامراض القلبيه بمستشفى مايو انه يمكن تطبيق هذه الدراسه في الحياه اليوميه فمرضى السكري الذين يعملون في مكاتب موجوده في مباني عاليه مثلا يمكنهم استقلال المصعد صعودا والدرج نزولا. يعني احبتي في الله المشي يساعدك على التخلص من مرض السكري وبخاصه المشي نزولا وليس صعودا يعني يمكن انت ان تستخدم المصعد للصعود ولكن تنزل على السلالم او الادراج ويكون هذا النظام اليومي الذي تتبعه مساعدا جدا لتخفيف اثار مرض السكري سبحان الله لذلك أيها الأحبة القرآن يأمرنا أن نمشي في الأرض أن نسير في الأرض يعني مثلا قال تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وفي آية أخرى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إذا هذا المشي يعني حتى الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها أن نمشي أو نسير كان فيها فائدة وخير لعلاج بعض الامراض سبحان الله. لذلك ايها الاحبه ونحن نتامل هذه الدراسات لا نملك الا ان نقول الحمد لله الذي سخر لنا هذه الوسائل لحمايتنا وسعادتنا والحمد لله انه جعلنا مسلمين فالحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم انه الحق.